نزلت امبارح حالا. الشغل الحصري والجديد ده الحصري والجديد، واحنا الترند بتاع كل سنه اكيد طبعا فوانيس ايكيا. مش عارف الشهر عايز ايه مني. الاسعار ايه؟ الاسعار في الهداوه قوي. كام يعني؟ من غير فلوس. من غير فلوس. من غير فلوس. عمرو التركي بيضحي. بنضحي السنه دي. بس ايه التشكيلات التحفه دي يا عمرو؟ ده لسه كمان. ده احنا لسه في مفاجآت كتير. تابعوا معانا الفيديو وحطوا لايك كتير للفيديو عشان النهارده في مفاجآت كتير وفي ترند النهارده. يلا بينا. النهارده بقى عشان النهارده الموضوع غير عادي عند عمرو التركي، تمام؟ تشكيله جديده خالص اول مره هنشوفها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام؟ اسعار مميزه جدا جدا جدا، بتبتدي من 5 جنيه. ايوه من 5 جنيه، تمام؟ حاجات حلوه قوي قوي، جاب كمان حاجات حلوه قوي. تعالوا كده عشان نشوف كده مع بعض. بصوا الجديد والحصري. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب. انا شايفه ان رمضان وصل بقى، بما اني هللنا علينا رجب. طبعا. تمام. فشايفين بقى عليك الدنيا مكسره الدنيا. النهارده في عرض جديد وهنجدد العرض اللي فات وهنمده اسبوع كمان لاجل متابعين جي جي. ايوه بقى. عايزين نعرف بس الناس اللي معانا اول مره النهارده احنا مكاننا فين؟ مكاننا العتبه ضرب البرابره شارع كمال الحسيني بجوار مسجد الشيخ صلاح. تمام. كل يوم وحتى يوم الاحد شغالين ان شاء الله. من الساعه كام للساعه كام؟ النهارده الاحد الساعه الاحد الوحيد اللي مواعيده مش زي الايام العاديه. الايام العاديه من 9 ل 10 مساء. تمام. 9 صباحا لحد 10 مساء. اما يوم الاحد بيبقى من 10 ونص او 11 لحد 8 مساء. تمام. انت عندك تليجرام هنحط لهم الصفحه على في التعليق وهنحط لكم كمان ارقام التليفونات وكل حاجه. المهم بقى التواصل واتس. تمام. الشبكه هنا سيئه جدا. تمام اوكي. وفي شحن وفي توصيل. الشحن والتوصيل لطلبات الجمله. تمام. الجمله بتبدا معانا من 6 قطع. تمام. ونجمع 6 و6 و6 على الاقل. 6 و6 و6 وكده نجمع اوردر كويس محترم نبعته على طول. طب حضرتك قطاعي وعايز الحاجات الحلوه اللي انت عاملها لنا، عامل لنا فانوس اقتصادي. فانوس اقتصادي صح كده. في لمبه وفي شكل الفانوس وكمان الماتيريال بتاعته حلوه وما يتكسرش معانا بسرعه. بتاع السنه اللي فاتت. تمام. انا شايفه كمان حلوه قوي. عامل معانا كام بقى؟ ده جملة. ها. الفانوس من غير الفرع النور. تمام. جملة 5 جنيه. تمام. تمام. قطع 7 ونص. والخمسة بتبتدي من 6 قطع. هناخد 6 قطع. تمام. بس طب لو انا خدته بقى كده عشان افرح بيه الولاد بقى مثلا يعني او احطه ديكور عندي. تمام. هيبقى كده بكام؟ باللمبة. هنحسب بقى 7 ونص بلس 7 ونص 15 جنيه. طب ولو هناخدها جملة؟ هناخد جملة بالنور بتاعها. بالنور بتاعها نحسب كل حاجة لوحدها. طب نحسب كده الزبون. نقول الدسة من دي ب 90 يعني 7 ونص، والدسة من دي ب 60 ها يبقى كله 150 جنيه. 150 لو هاخد 6 يبقوا بكام؟ 75 جنيه. 75 جنيه. 75 جنيه لو هناخد 6 وحدات لمبات. وست فوانيس. تمام. ب 75 جنيه. تمام. وصل ايكيا اللي كل سنه مكسر الدنيا بالوان جميله السنه دي كمان تحفه. طب المفاجاه ايه لقناه جي جي؟ ايه بقى؟ سعر السنه اللي فاتت. بجد؟ 50 باللمبه اللي جوه. 45 من غير اللمبه. من غير اللمبه. حلو الكلام. طب والجمله؟ هنسقط 5 جنيه يعني 45 باللمبه اللي جوه و40 جنيه. و40 جنيه من غير اللمبه. من غير اللمبه. والجمله بنبتدي معانا من 6 قطع. الالوان طبعا كتير جدا جدا. الالوان كتير. تمام. احنا بنتكلم يا جماعه الفانوس ب 45 جنيه و 50 جنيه اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام. حلو الكلام ده. يعني اي حد بقى يضحك عليك ويقول لك الاسعار غليت، لا هنا بترخص. احنا بنرخص. مسافتين. ايوه بقى اللي عند عمرو كل سنه. تمام. بس انا بقى السنه دي بقى في اشكال كمان حلوه قوي. تمام. انا شايفه عايزين نقول للناس الماتيريال عامله ازاي. الماتيريال تحفه جدا. تمام. ده الشكل النحاسي ده طبعا ضارب الدنيا كلها على الفيسبوك. عايزه اقول لك يعني الوانه حلوه. الاسود تحفه. ارقام فلكيه. تمام. احنا عندنا هنا بكام؟ 40 جنيه الواحد جمله. 45 قطاعي.
تمام. والجملة بتبتدي من 6 قطع. من 6 قطع. حلو الكلام ده. 45 جنيه. بصوا كمان ده زيه. اه زيه. بصوا ده كمان يا جماعة 45 جنيه القطعة صح؟ اه. ولو جملة يبقى 40 جنيه. تمام. حلو الشغل ده. تمام. كمية بقى. في كميات. تمام عشان نراضي الناس كلها. اه طبعا. تمام. عشان احنا فاتت ناس كتير قوي قوي من متابعين جيجي جم وما خدوش، بس انا ده شايفاه حلو قوي السنه دي. تمام. والسنه دي كمان الشغل والجوده كمان عاليه قوي والسعر ممتاز. والصينيه بقى اللي عليها الشغل دي. الصينيه دي مفاجاه للبنه. ايوه بقى. ايوه كده. ورينا الجمال. 35 جنيه. الصينيه الكبيره دي مقاس كام في كام؟ دي مقاس كبير يا جماعه. كبير اهو. بصوا مقاسها كبير. اه فعلا. بكام دي بقى؟ دي خشب. خشب. وبيد. وبيدين. بيدين. أوه. بكام؟ 35 جنيه جملة. 35 جنيه حصري. حصري جملة وقطاعي، يعني القطعة بسعر الستة وال 12. اه. تمام. الحصري اللي كل سنة لازم نجيبه. مغناطيس التلاجة. تمام. معانا الباكيت ده خشب. تمام. عامل معانا كام؟ مش بدبل فيس بمغناطيس. مغناطيس مش بدبل فيس وخشب مش كرتون. خشب مش كرتون. عامل معانا كام الست قطع دول؟ الست دول جملة. اه. 5 جنيه. جملة 5 جنيه والجملة بتبتدي من 6 قطع. من 6 قطع. تمام. يعني احنا بنتكلم كده ان الواحدة ما كملتش جنيه. اه. ده حلو الكلام ده. احنا بنساعد. طيب والقطاعي؟ والقطاعي 7 جنيه ونص. والقطاعي 7 جنيه ونص، يعني برضو الحتة ما كملتش جنيه وربع. اه. صح كده؟ تمام. حلو الكلام ده. طبعا الكوسترات معانا اهي يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. السنة دي بقى جاي أشكال أحلى. والجوده كمان اقيم. جميلة. تمام. وحلوه قوي واشكال كتير كده جديد. اه ايه بقى؟ بصي احنا ده حامل مجات او حامل كوبايات. تمام. تمام. كوستر بنوديه علشان نقدم عليه. تمام. هنحط الكوبايه فين هناك؟ فين بقى؟ فين اهي. بصوا يا جماعه نفس الايه. اه تمام. ونفس الشكل. طب انا عايز اشيلهم. اهو. حلو الكلام ده. تمام. عشان ما يضيعوش وليهم مكان. بكام بقى الحاجه الحلوه دي؟ الحاجه الحلوه دي 20. 20 قطاعي. تمام. 15 جمله. و15 جمله والجمله بتبتدي من 6 قطع. 6 قطع. بصوا الاشكال بقى كتير قوي قوي زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا يا جماعه الاشكال كتير قوي قوي. تمام. كله اهي الحاجات اهي. اشكالها كتير قوي. الستاند ده. الستاند ده اهو. ده برده ستاند 3 دي. تمام. بكام الستاند ده؟ الستاند ده هيعمل معاجنه جمله 10 جنيه. ها؟ وقطاعي 12 ونص. 12 ونص. حصري. ستاند التحفة. حصري. تمام. حصري. حصري. ما تغشيش. ما تغشيش. ترنج الخشب. بص ده بصوا يا جماعة أنتم مش متخيلين ده قد إيه. يعني متر وشوية. أنا بتاع 4 متر أصلا. أصلا يعني أنتم مش عارفين. بكام بقى؟ أنا عايزين نوري لهم بس الماتيريال عاملة إزاي. بصوا يا جماعة خشب خشب. تمام. بالشكل ده. تمام حلو ده. بكام بقى؟ ده عامل 45 قطاعي و40 جمله. 45 قطاعي و40 جمله. حكايه. تمام حلو قوي تحفه. تمام. يا جماعه زي ما احنا شفنا كده الكبير في كمان منه صغير. تمام بس نفس يعني انا شايفه اللي هي تمام. عامل معانا كام بقى؟ 4 قطع. تمام. تمام ماشي. وده الصغير بتاعه عامل كام الصغير؟ 40 و35 جمله. تمام. جمله بتبتدي من 6 قطع. من 6 قطع. ولو فرضاني يبقى 40 و35 جمله. تمام. تمام. كمان ايه في منها كمان اصغر. اصغر. تمام. بعملها كام دي بقى الصغنونه دي؟ دي عامله 15 جمله و20 قطعه. 15 حلوه قوي. 15 برده القطعه من 6 قطع. 6 قطع. حلو ده. بقول لك ايه بما اني بس عشان انت بس بتتحسد كتير وجايب كفوف كتير. فالكفوف اللي وراك دي بكام؟ كفوف دي نفس السعر ده. نفس السعر ايه؟ 15 بجد؟ اه. وخشب؟ وخشب. حلو الكلام ده. 15 جمله. ايوه. اشكال كتير. حلو قوي والوان. بس اوعي يفسدونا. بص انا عايزك تكتر كتر 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 من العيون. كتر من العيون. العيون كتير مش سايبانا ولا رحبانا. بص يا جماعه اي قطعه ب 15 جنيه. اي قطعه ب 15 جنيه في الجمله و20 في القطاعي. و20 في القطاعي. يعني انا لو خدت لي سته كده هتبقى الواحده ب 15. صح كده. اقل بيت في ست بيبان. ايوه بس كده. اكيد. طبعا المكمل معانا. مكمل معانا ب 10 جنيه جمله وقطاعي. ب 10 جنيه والوان ورسومات تحفه. كتير. وجديده جديده جديده. 10 جنيه جمله وقطاعي. القطعه زي ال10 يا جماعه. تمام. القطعه ب 10 جنيه والستان الحلو جدا زي ما احنا شايفين. الطبله مكمله معانا 10 جنيه وبسوسته. بصوا بسوسته والطبله معانا لسه مكمله ب 10 جنيه. بس انا شايفه كمان ان انت جبت حاجه جديده اهي. ده ايه بقى معانا؟ ده اللي هو المخده ده. تمام. كوشن ده. تمام. تمام. والوان. والوانه كتير. بصوا يا جماعه الوان واشكال. بصوا بصوا يا جماعه كام بقى معانا؟
ده عامل 35 جمله وقطاعي. 35 جنيه جمله وقطاعي. تمام. حاجه خيال. حلوه قوي. 35 جنيه يا جماعه جمله وقطاعي. جمله وقطاعي. تمام. سكرينات للي عايز شكل معين. اهو. ان انت جبت معانا طقم التسالي بس بشكل جديد. شكل مختلف. تمام. جايب لنا اللي هو شكل الخشب والاسود بس خشب. شكله عربوي اكتر. اسلامي. اسلامي. تمام. حلو قوي. الطقم ده بكام؟ الطقم ده مكمل معانا 35. 35 برضو. يعني زودنا عليه شغل. وبنفس السعر. احنا بن 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 بنحارب الغلا. طب حلو الكلام ده. طب والدسته زي القطعه؟ الدسته زي القطعه. طب حلو الكلام ده برضو. وبرده في منه الاسود يا جماعه 35 جنيه. يا جماعه النحاس والاضاءه بتاعته عاليه قوي ازاي زي ما احنا شايفين. تمام. اللي ناس كتير قوي قوي بتسال عليه بكام بقى يا عمرو النحاس معانا؟ 15 جنيه. ب 15 جنيه قطاعي و13 ونص جمله. والجمله بتبتدي من 6 قطع. 6 قطع. تمام ماشي. وعندك برده اللي هو ده وعايزين نولع لهم منه. الهلال ده برده اضاءته عاليه قوي في منه الفضي والذهبي. تمام. بيبقى حلو جدا. ب 10 جنيه. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده تحفه حلوه قوي. عايزين ندخل بقى على التابلوهات. انت عندك تابلوهات. تمام. كام في كام الاول؟ متر ونص في متر ونص. متر ونص في متر ونص. القماشه ايه؟ القماشه ستان. ستان. تمام. بكام بقى معانا التابلو التحفه ده؟ ده عامل 60. 60 جنيه؟ 60 جنيه. 60 جنيه. حلو قوي الكلام ده. متر ونص في متر ونص. أوه. ورينا الوان تاني. ورينا الوان تاني. جماعه الناس بقى اللي عايزه تاخد معانا سكرين. تمام. اهو ب 60 جنيه جمله وقطاعي ولا ايه؟ جمله وقطاعي. جمله وقطاعي ب 60 جنيه القطعه؟ اه. جمله وقطاعي ب 60 جنيه القطعه يا جماعه. تمام ب 60 جنيه. بصوا يا جماعه الاشكال. تمام ب 60 جنيه. برده الشكل ده حلو قوي. تمام. وطمطم كمان اهو عم شكشك معانا ب 60 جنيه جمله وقطاعي. كمان كوبايات يا جماعه اللي هي اللي بتتشال كده في الشنطه برده معموله رمضان. أهي. كريم. أهي. بالشكل ده كده اهو عامله معانا كام؟ دي عامله 10 جمله وقطاعي. 10 جنيه قطعه. تمام. في اشكال اللي هي السمايل والاشكال التانية. تمام ب 10 جنيه جمله وقطاعي. تمام. تمام. 7 جنيه ونص. قطاعي. قطاعي وجمله. تمام. جمله وقطاعي. نص جمله وقطاعي. تمام. وفي منه الاصفر والالوان الاطول من كده بيعمل معانا 10 جنيه نفس الفكره بالظبط بس اطول. بصوا يا جماعه برده الازايز الجديده دي. تمام. دي برده بشكل حلو قوي اشكال رمضانيه في كميه كبيره كده زي ما احنا شايفين طبعا. تمام. والسعر كمان مميز جدا. ودي كمان للناس اللي هي بتحط في الميه الحاجات اللي هي المنكهه دي صفايه تقدري ان انت تصفي بيها الحاجات بتاعتك اشكال رمضانيه. وكمان كلام الناس اللي بتحب الشخصيات وبتحب بس حاجات عربي. الشكل العربي اهو الاسلامي. تمام. بالكتابه والشكل اللي هو بتاع الشخصيات. بكام بقى الازازه؟ في بقى البرنيطه في منه اللي هي الصفايه في الورده في الورده في الصفايه. تمام. بكام دي؟ عامله 17 ونص جمله و20 قطاعي. تمام. يعني القطعه ب 20 جنيه. ولو هاخد 6 قطع هتتحسب ب 17 ونص. تمام يا جماعه الخدادية الفايبر. تمام. اللي ناس كتير قوي بتسال بتحب تحطها في الانترهات كتير جدا لان حجمها بيكون صغير وبتكون مميزه جدا. مع عند عمرو برده هنا اهو بسعر مميز قوي. بكام يا عمرو عندك؟ دي عامله 20 جنيه. ب 20 جنيه فايبر. تمام. تمام. بتجيب احلام سعيده. تمام. ب 20 جنيه. تمام. اوكي. جمعات اهو. تمام. لو عايزين نجيب مفرش سعر حنين وكويس ويقضي الغرض. ده متر و20 في 2 متر. تمام. عامل معانا كام؟ ده عامل 12 في الجمله و15 قطاعي. تمام. في بعد منه اللي هو المفرش الووتر برو. اللي هو الجلد. تمام. الوانه كتير واشكاله كتير. تمام. لو عايزين نشوف اشكاله اشكاله اهي. كام ده يا عمرو؟ كام في كام يا ربيع قلنا؟ متر في 70 صح؟ متر و70 70 في متر و70 70 في متر و70 متر و20 في 50 اهو. تمام. عامل كام؟ ده عامل 25 جمله و30 قطاعي. تمام. قطعوا يا جماعه كتير قوي قوي اهي لو حد بياخد معانا سكرين. اهو. تمام. في شخصيات وفي اللي هو الاسلامي. تمام. تمام. شخصيات اهي. تمام. اللي تناسب بقى اي شكل عندك ديكور. اشكاله كتير جدا. ده القماش. تمام. واشكاله برضو وشخصيات واشكاله. الريشات برضو مكمله معانا. تمام. 16 جنيه جمله زي ما قلنا. ايوه. تمام. اهو. ايوه. تمام. تمام. 17 ونص قطاعي. طب الخياميه كله 15 اهو. تمام. 15 15
15. تمام. وعايزين بقى ندخل على فروع الزينه بقى. حاضر. عشان الناس كلها بتحب، انت عارف يعني ايه فرع زينه في البيت. فروع الزينه ده 15 جنيه. تمام. 15 جنيه 3 متر ونص. تمام. ده المقاس الكبير. تمام. مفيش مثلث او بلتكانه في السوق بنفس المقاس ده خالص. بكام قلنا؟ ده عامل 15 جنيه و 12 جنيه في الجمله. ماشي. اشكاله ايه؟ اشكاله قد اشكال الخياميه، شخصيات، تمام؟ المسحراتي، الليله الكبيره، الليله الكبيره اهي. الليله الكبيره باشكالها. انت عارف ليه الناس بتبتدي من اول رجب ان هي تبتدي ان هي تشتري الحاجات بتاعه رمضان؟ عشان السعر وعشان التشكيل. اولا علشان التشكيله بتبقى لسه نازله، ما بتلحقش. ايوه. بتيجي بقى في الاخر بتلاقي الحاجه خلصت. وبعدين احنا من الناس اللي من اول 15 شعبان، من 15 رجب بنبتدي نزين البيوت. اكيد طبعا. بنحس بفرحه رمضان قبل ما يجي. في المستورد، الفرع المستورد ده مكمل معانا اهو. 10 جنيه جمله وقطاعي. ب 10 جنيه جمله وقطاعي. كام في كام؟ كام متر في كام؟ كام متر؟ 3 متر ونص. ماشي. تمام. زي كده؟ ده ب 5 جنيه. 5 جنيه جملة. كم متر؟ 5 متر. 5 متر ب 5 جنيه. 5 متر يعني المتر بجنيه. ده في الجمله. القطاعي بتاعه 7 جنيه ونص. وكذلك القماش 5 جنيه في الجمله، 5 متر. في القطاعي 7 ونص. تمام. المثلث الكبير اهو. تمام. تمام. بكام؟ ده عامل 7.5 في الجمله و10 جنيه قطاعي. تمام. حصل في الفيديو اللي فات ان احنا قلنا على دي 15 متر، هي اقل من 15 متر. تمام. وظبطنا سعرها ل 5 جنيه جمله وقطاعي. دي زينه الشارع. جمله وقطاعي 5 جنيه. تمام. جمله وقطاعي ب 5 جنيه. كام متر بقى هي؟ يعني في الغالب 8 متر. 8 متر. 8 متر. تمام. لان احنا قسناها ولقينا الموضوع لا ما ينفعش مع الزبون. تمام. تمام. ماشي. جبنا له 15 متر مظبوط. جبنا بقى ال 15 متر. ما احنا ما نسكتش. واحنا نسكت. لا جبنا لك بقى ال 15 متر يا معلم. بكام بقى ال 15 متر؟ 15 متر هيعمل معاك 15 جنيه في الجمله و17 ونص قطاعي. يعني المتر بجنيه بس كده. وخلي الكل زي اكيد. ما كل واحد بقى بيعدي على البيوت. فاكر لما كنا بنلم الزينه؟ بنلم والفلوس كانت الجنيهات. كانت ما هو الجنيهات برده ب 15 متر. ايوه ب 15 جنيه. وطبعا الكوبايات اللي مكمله معانا وعجبت ناس كتير جدا. ها والكوبايات الكبيره اللي موفره بقى. فاهم؟ هي الكبيره خلصت ولا ايه؟ لا الكبيره الموجوده وظبطنا سعرها. ايوه كمان. بقى بكام؟ الكيس ب 15 جنيه في ثلاثة. حلو الكلام ده. يعني الكبيره دي بخمسه. ده في القطاعي 12 ونص جمله. ايوه كمان جملة. كبيره. اشكاله كتير جدا اهي. الخياميه اللي عايز الخياميه، اللي عايز الاشكال. تمام. اهو. طب انت عايز مثلا طقم ثلاث اشكال بيجي ثلاث اشكال. عايز موحد في موحد. تمام. الشفشق عجب الناس جدا. تمام. كتير. واشكال رمضانيه اهي جديده. يعني الشفشق شكل الكوبايه. تمام. بكام؟ 35 في الجملة و40 قطاعي. تمام. طبعا ما ينفعش ان احنا نيجي هنا عند عمرو وهو اصلا يعني ملك الانوار. ملك صح الإضاءة. كده؟ ملك الاضاءات. واكل الاضاءة كلها. طيب اول حاجة الستارة اللي ناس كتير قوي بتسأل عليها، بالنسبة للستارة الفرع ده بعمل كام معانا؟ او اللي هو الستارة دي. الستارة دي هتعمل معاك 250 من غير ريموت. وبالريموت 350. كم متر؟ 3 متر ونص. 3 متر ونص. 16 فرع. منها الوان. تمام. السعر 250 من غير ريموت، بالريموت ب 350. تمام. طب عندنا الستاره دي مكمله معانا الهلال والنجمه. عامله معانا كام؟ 75 من غير ريموت، 250 بالريموت. 250 بالريموت ومن غير ريموت 175 جنيه. تمام. ماشي. الفروع الفوم الفوانيس، تمام؟ جت برضو حصري هنا. تمام عند عمرو التركي. كم متر الاول؟ تقريبا 3 متر. 3 متر في الكبير وفي الصغير. تمام. في الهلال والنجمه والفانوس وفي الفوانيس بس. الكبير ده بكام والصغير بكام؟ الكبير ده عامل 25 في الجمله. ايوه. و30 قطاعي. ماشي. والصغير 15 في الجمله و12 قطاعي. تمام. معلش انا اسف عكستها. ها هنا ده 15 في القطاعي و12 جمله. ماشي. والكبير 25 و30 قطاعي. تمام. تمام. ماشي. جيجي. تمام. العرض ده حصري لمده اسبوع الاسعار دي. تمام. بس هنسكت على الاضاءه دي؟ لا عندنا اضاءه كتير. يلا بينا. مع ادي الاضاءه اللي عجبتكم المره اللي فاتت، جابوا منها تاني والاسعار برده مميزه قوي النهارده. بكام بقى؟ ده عامل 28 جنيه. 28 جنيه. اللمبه السوداء الثقيله. تمام. الكريستال اهي بصي. ماشي. ده بالقطعه؟ عايزين نزود الريتم شويه، عايزين ناخد نفس الجوده. جودته عاليه على فكره السلك ده. تمام. تمام. هنروح عاملين ايه؟ هنروح جايبين السلك ده زي كده. لها
عشقاه. اهو الفرع ده كمان ليه طويل يعني تمام. جميل اه. واللمبه بتاعته كريستال اه، اللمبه الجديده تمام ما بيسخنش. خلاص هو ما بيسخنش تمام. تمام كام ساعه ده؟ 50 في القطاعي و45 جنيه جمله. تمام. الاصفر كام؟ الاضاءه بتاعته حلوه برده جدا. كام؟ تمام. ده هيعمل 27 جنيه في القطاعي في الجمله و30 جنيه في الجمله. 27 جنيه في القطاعي و 27 جنيه في الجمله و 30 جنيه في القطاعي. بص انا هيست معلش. ماشي معلش. وبعدين احنا قلنا الجمله بتبتدي من 6 قطع معلش العروض بتخض وبتاع. ايوه صح كده. بقى على 10 متر. ال 10 متر اللي هو السلك الشفاف تمام. كام ده هيعمل معانا؟ 40 جنيه قطاعي و 37 جنيه جمله. ماشي. في منه الوان؟ في منه اصفر؟ طبعا طبعا اهو. الاصفر بتاعه يا جماعه والاضاءه بتاعته برده حلوه قوي. ذهبي. اصفر كلاسيك. تمام. ذهبي. كام؟ تمام. ده نفس السعر 40 جنيه في القطاعي و 37 جنيه جمله. تمام. بصي تحفه. ده قلنا كام السعر؟ 27 جنيه في الجمله و 30 جنيه قطاعي. تمام. تمام؟ لمبه حكايه. الكوره برضو دي حلوه قوي تمام. واللمبه بتاعتها عاليه. دي عامله معانا كام؟ دي 15 و12 ونص في الجمله. الواحده ب 15 و12 ونص الجمله لو 6 قطع. لا احنا في الكوره دي هنعمل لو هياخد اثنين هنحسبهم له ب 25. طب حلو الكلام ده. العرض ده لجيجي وبس. تمام. يبقى القطعتين يا جماعه ب 25 لمتابعين جيجي. تمام. بدل 15 جنيه في القطعه. ندخل بقى شغل النحاس. تمام. تمام. كم متر؟ 3 متر. انا بحب النحاس ليه بقى؟ بيبقى كده ليه رونقه كده. حاجه تحفه. كام بقى؟ للذوق الراقي. كام ده هيعمل معانا؟ 45 جنيه في الجمله. تمام. و50 جنيه في القطاعي. تمام. الجمله من 6 قطع. اشكال بقى معانا النحاس. وادي معانا شكل تاني. وادي شكل تاني اهو. دي ده النحاس ده كان السنه اللي فاتت. عندنا يا جماعه ده برضو ده معدن. تمام. تمام. ده جديد ده بقى. طبعا. عامل معانا كام؟ نفس السعر. كام؟ اهو فرع تحفه. تمام. اهو 45 جنيه جمله و50 قطاعي. و50 جنيه قطاعي. تمام. طبعا الفرع المشبك اللي كلكم بتحبوه. أوه. تمام. وسعره مميز جدا هنا اهو. بكام بقى فرع المشبك؟ كام فرع المشبك ده؟ عامل كام في الجمله؟ هيعمل 35 جنيه في الجمله والجمله من 6 قطع. و40 جنيه قطاعي. و40 جنيه قطاعي. تمام. هناخد عليه الفرع وعليه وحده ستيكر اللي هو اللي فيها 15 صوره. هو ده معاه ده ايه بقى؟ ده شخصيات. تمام. بكام اللي كده العرض؟ مع بعض هنحسبهم ب 50 جنيه. تمام. يجي يقول عايز عرض جيجي في البشبك هندي له واحده وواحده ب 50 جنيه. تمام. تمام. شخصيات كبيره مش شخصيات صغيرة. كبيره بتتعلق في المشابك. تمام. في المشبك ده في منه الوان ايه؟ في منه اللي هو الالوان المكس. تمام. وفي منه الاصفر. تمام. تمام. دي برده يا جماعه فرع السحابه. السحابه ده حلو قوي. 50 جنيه. تمام. مش عند حد. تركي وبس. تمام. حلو قوي. 50 جنيه. 50 جنيه. جوه علبه كده يا جماعه مش بيجي في كيس. مش بيجي في كيس. الاضاءه الهلال والنجمه دي كل سنه من النحاس. بتعجب الناس قوي. بكام؟ تمام. دي 45 و40 جنيه جمله. طب اعمل لنا عرض يا عمرو. 40 و40 جنيه جمله وقطاعي. حلو ده. 40 جنيه جمله وقطاعي. ايوه ده بقى ايه؟ طب احنا عايزين اضاءه بسعر كويس وشكلها حلو وامطارها كويسه. ده طوله 5 متر. تمام. طوله كام؟ 5 متر. 5 متر. ال 5 متر ده بكام؟ 20 جنيه. طب عايز جمله 18 جنيه. تمام. طب عايز اطول من كده في ال 10 متر. طوله 10 متر لمبه ثابته. تمام. اهو كام؟ تحفه. ده عامل 30 و27 جنيه جمله. تمام. طبعا شكل الفانوس تمام زي ما انتوا عارفين كده اهو. شكل الفانوس البلازما الكبير مش صغير. اهو عامل معانا كام ده يا عمرو؟ ده هيعمل معانا 40 جنيه قطاعي و35 جنيه جمله. تمام. اللمبه الديسكو برده بيبقى حلو. فرع اللمبه الديسكو. اهو بص كده على الورقه كده. بص صوري الحته دي. لمبه ديسكو. اللقطه دي حكايه. اللمبه بتفرش على الحيطه لو هنفرشها على الحيطه بتفرش الالوان دي كده على الحيطه. تمام. الفرع ده هيعمل معانا 40 جنيه و35 جنيه جمله. حلو وسعره تحفه. كام تحفه بصي حكايه. ده بيبقى 3 متر ونص. ماشي. مع الفرع الاسلامي ده برده حلو قوي. تحفه.
جميل. وإيه ده؟ قطاعة عالية كام؟ ده عاملة 40 جنيه جملة وقطاعة. تمام، يا حلو ده. اه طبعا سعر حلو قوي بالنسبة للأسعار اللي بره. اه طبعا. بصوا يا جماعة الفرع ده حلو قوي، مش عايزين نفوته برضو. تمام، من الفروع برضو الحلوة قوي المميزة. تمام، كم متر معانا؟ ده عامل 7 متر. عامل معانا 7 متر. تمام، وفي الوان. بصوا بقى الحاجه الحلوه بقى ان في منه جايب منه الوان، في احمر بينور احمر، في احمر بينور احمر، ده بينور اصفر، واخضر. تمام، بس والابيض ده بيلون الوان كتير. الوان حلو قوي. قلنا سعره كام؟ ده هيعمل معانا 50 جنيه في القطاعي، 45 جنيه جمله. حلو ده، 50 جنيه في القطاعي و45 جنيه في الجمله. تمام يا جماعه، لو في ناس بتدور على مكنه تركبها لاي حاجه. تمام اهو المكنه دي عامله معانا كام؟ دي عامله 15 جنيه قطاعي، 12 ونص جمله. تمام، العرض خاص حصري والكميه محدوده. تمام، برضو بيتعلق طابلو كده اسلامي. ده سنتر بيس، بيقعد على المكتب سنتر بيس. ماشي تمام. طب احنا مش عايزين نحطه على المكتب، ليه بنعلقه؟ تمام، مش عايزين نحط نعلقه ليه؟ دبل فيس معاه، جاي معاه دبل فيس اهو. تمام، عشان نلزقه. عامل معانا كام؟ ده هيعمل معانا 35 جنيه جمله وقطاعي. طب حلو ده جدا. تمام، وحجمه كبيره، حجمه كبير، الخامه كويسه. اه حلو قوي. تمام، بصوا يا جماعه الشبكه برده موجوده اهي. الشبكه تمام. لو في ناس بتسال على الشبكه اللي هي دي بالعلبه بتاعتها، بيبقى ده شكلها. دي عامله معانا كام؟ دي هتعمل معانا 250. عامله 250 جنيه. كام متر يا عمرو؟ 2 في 2، هفردها لك ووريها لك. تمام، هنوريها لكم دلوقتي حالا. كل حاجه يا جماعه، ادي الشبكه اهي زي ما انتم شايفين كده. طبعا شكلها اخرها علشان تمام طويله. لا هي كمان طويله جدا. أنا لا لا هي طويله جدا. هي عامله معانا كام؟ احنا قلنا الفلوس كام؟ 250. ب 250 جنيه الشبكه. حلوه قوي، تحفه. ادي شكلها اهي. تمام، بعد لما نورت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا هي الاضاءه بس ايه، هي عاليه وكل حاجه بس هي مش باينه. بصوا هي جميله تحفه. 250 جنيه. 250 جنيه. تمام، بصوا كده يا جماعه، كده بانت طبعا. تمام، هدينا الاضاءه شويه بالشكل التحفه ده. عشان كمان بالنهار. تمام، لو بالليل بقى هتبقى تحفه عندك في البلكونه، ملهاش حل. الفوم يا جماعه جه منه اشكال جديده. طبعا. تمام، جه منه اشكال وكميات كمان. تمام، اللي هو حاجتين مع بعض، صح كده، شخصيتين. لا، المقاس الكبير، خلينا المقاس الكبير. المقاس الكبير والمقاس الصغير. تمام، تمام. المقاس الكبير معانا عامل كام بالقطعه؟ 11 جنيه جمله. ايوه، 15 جنيه قطاعي. طب القطاعي عايز قطعتين، هنحسبهم له 25. تمام، لاجل قناه جيجي. ماشي، واللي هو الحجم الصغير، الحجم الصغير هنعمله، هوريكي اشكاله. ماشي، ده الصغير يا جماعه. تمام، تمام. عامل كام؟ عامل 10 جنيه. ب 10 جنيه في الجمله، 10 جنيه في القطعه و9 جنيه في الجمله، والجمله بتبتدي من 6 حتت. 6 قطع. تمام. بالنسبه بقى، انا شايفه عندك مخبي على جنب كده فيزا، صح؟ دي مكنه فيزا، لو الزبون مش عايز ينزل بفلوس وعايز ينزل بفيزا عادي، دفع فيزا عادي. تمام، ليه محفظه يعني؟ ليه محفظه. تمام، اوكي. طب عايز يدفع فودافون كاش، ما عندناش اي مشاكل. اي حاجه، احنا بصوا يعني احنا مع راحه الزبون، احنا مميزين، نحن مميزين نختلف عن الاخرون. احنا مميزين كمان في التشكيل. اكيد طبعا، لسه في تشكيل تاني جاي. لسه؟ اه تمام، ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.